محمد حسن، اهلا بيك، منور الدنيا. كابتن هاني، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ بخير الحمد لله، انت كويس؟ انا زي الفل يا رب. الحمد لله. ببارك لك الاول الانتقال للاسماعيلي، فريق عريق انضميت او لعبت مع الزمالك ودلوقتي مع الاسماعيلي، فبتنتقل لفريق جماهيري كبير مره تانية. هو شرف ليا طبعا انا موجود في كيان كبير زي نادي الاسماعيلي. انا عايز اقول لك ان انا قعدت مع اداره الاسماعيلي مرتين قبل كده، بس ما كانش فيه نصيب ان انا ابقى موجود. يعني امتى؟ كانت قبل كان الزمالك مر ولا بعد الزمالك؟ مرة كان مرة وأنا في بلدية المحلة وقعت بالفعل يعني النادي الإسماعيلي، بس كان في شوية ظروف كده منعت انتقالي. ايوه. وتاني مرة لما جيت أخرج من نادي الزمالك برضو هي نفس الظروف هي اللي منعت انتقال النادي الإسماعيلي. ايوه. الظروف دي مادية ولا ايه؟ يعني منها مادية ومنها حاجات تانية يعني مختلفة يعني، تمام. بس طبعا كان نفسي ابقى موجود يعني، لان انا من صغري من زمان وانا بتفرج عليهم وبتفرج على كره الاسماعيلي والكلام ده كله، وكان نفسي ابقى موجود ويبقى ليا بصمه مع فريق كبير ونادي كبير زي نادي الاسماعيلي. فجت فرصه كويسه الست شهور دول، ايوه. فطبعا انا مبسوط ان انا موجود الست شهور دول في نادي الاسماعيلي. النهارده انت بتخوض اول تدريب ليك مع الاسماعيلي، الاجواء عامله ازاي؟ الفرقه والمدرب ازاي؟ حصل الكيمياء من بدايتها مع انطلاق مشوارك مع الفريق؟ والله انا جيت للنادي انا شايف حاجه في حاله التفاف كويسه جدا، وشايف في طاقه ايجابيه موجوده حوالين الفرقه من الاداره ومن اللعيبه. في حاسس ان في روح جديده موجوده في التمرين، في الناس اللي جت جديده عايزه تعمل حاجه تبقى اضافه للناس اسماعيلي وتكتب اسمها في تاريخ النادي، والناس اللي موجوده عايزه تساعد ان النادي يطلع من المكان اللي هو فيها لانه يستحق مكان اكبر من كده. مظبوط. النهارده كان اول تمرين للكوتش الجديد، الراجل طبعا ما فيش وقت خالص، الوقت ضيق جدا لان المباراه بعد بكره، فبيحاول على قد ما يقدر يحاول ينظم صفوفنا من الملعب وقفتنا في الملعب. ايوه. بس اعتقد ان هو يعني هيحتاج شويه شغل كمان عشان يظهر الشغل بتاعه. فاحنا بصراحه كل اللعيبه متفقين سواء الناس اللي لسه داخله، لان احنا برضو نعرف بعض كلنا، عايزه تضيف حاجة، فكله على قلب رجل واحد وكله مركز في التمرين، واللي هيطلب منه مهام معينة هيعملها. ايوه. ولا كلنا بصراحة أنا شايف إن الناس كلها هتموت نفسها الست شهور دول بحيث إن هم ينقلوا الإسماعيلي نقلة تانية إن شاء الله. ممتاز. يمكن الى جانب ان الاسماعيلي عايز وجاب محمد حسن علشان يستفيد من امكانيات محمد حسن، فمحمد حسن نفسه اعتقد بيبص لمرحله الاسماعيلي دي ان هي ترجع او تظهر اللي عند محمد حسن اللي ممكن يكون لسه ما ظهرش او الناس مستنياه بقالها شويه الشهور اللي فاتت، مش كده؟ بالظبط. واحنا الفكره ان انا خرجت من نادي الزمالك في وقت متاخر لنادي سيراميكا، ايوه. طبعا قابلت اداره محترفه بشكل كبير جدا مع كوتش كابتن هيثم شعبان، حاجه كويسه جدا. اشتغلنا فتره قصيره، بس عايز اقول لك ان الفتره القصيره دي زودتني كتير وادتني كتير. دخلت على الفرقه متاخر، كان في هيكل للفرقه موجود، فطبعا كان لازم نبدا بالهيكل ده. مع الوقت كنت ابدا ادخل والكلام ده كله، لما مستر معتز كلمني وقال لي ان في نادي الاسماعيلي محتاجك والكلام ده كله، اتكلمت معاه واتكلمت مع كابتن هيثم شعبان، وكنت متحفز جدا ومتحمس جدا للخطوه دي، منها ان انا 6 شهور ابدا اشتغل فيهم بشكل قوي بحيث ان انا ارجع نفسي تاني، ومن ان انا كان نفسي في يوم من الايام ان انا ابقى موجود في نادي ممتاز. الاسماعيلي. فلقيت ان الموضوع بالنسبه لي كان طموح من طموحاتي، فكنت متحمس جدا للخطوه دي. فكان طبعا قلت ان النادي الاسماعيلي محتاجني، فكان لازم ابقى موجود. فاتفقنا مع مستر معتز ومع كابتن هيثم ان شاء الله 6 شهور دول اعملهم بشكل كويس جدا بحيث ادي اضافه للنادي الاسماعيلي في ال6 شهور، في نفس الوقت ارجع ان شاء الله بعد نهايه السيزون لنادي سيراميكا واقف على رجلي تاني واقدر افيد الفرقه، لان انا متوقع ان شاء الله سيراميكا كليوباترا ان شاء الله السيزون ده هيبقى في مركز متقدم. تمام. عايز ارجع للسنه الجديده ان شاء الله ازودهم اكتر واكتر باذن الله. ممتاز. والطموح ده حلو جدا، وانك عارف كل مرحله انت محتاج فيها ايه. دلوقتي في الاسماعيلي مركز مع الاسماعيلي، في سيراميك كليوباترا كنت خدت فرص بدقائق لعب اكتر من الوقت بتاع الزمالك، فبقيت تظهر اكتر، فيمكن اللياقه رجعت كمان اكتر. فده بيوديني بقى المرحله السابقه شويه بتاعت الزمالك قبل ما اختم معاك. اتفضل. الزمالك في طارق حامد في نفس المركز بتاعك، وبالتالي ممكن يكون متوقع انه يكون مشاركاتك مش كتيره، لكن هل ده اللي
ما ادالكش الفرصة، ولا في أسباب تانية ما كانت مقللة مشاركاتك يا حسن؟ بس الفكرة أنا لما خرجت من نادي وادي دجلة ورحت نادي الزمالك، كنت الحمد لله ماشي بشكل كويس مع وادي دجلة، فكان عندي طموح، كنت متحمس جدا ابقى موجود في فرقه كبيره زي الزمالك، وطبعا المنافسه مع لعيب كبير زي طارق حامد دي هتزودني اكتر، حتى لو عارف ان انا ممكن ما اشاركش بصفه اساسيه او بصفه مستمره، بس كنت اعتقد ان خبراته والتدريب مع لعيبه كبيره في نادي الزمالك ده هيفيدني. فلما رحت اشتغلت طبعا كان في اول سيزون كان في مستر جروس، راجل ليه طريقه شغله معينه وليه استراتيجيه معينه، كل الاحترام ليها طبعا. لعيبة قليلة بتشارك معاه. بالظبط يعني تقريبا كان بالظبط 11 لعيب والثلاث تغييرات تقريبا أيوة. كنا عارفينهم على طول، فكان لازم نحترم قرار المدير الفني، وكلنا اللي نجحنا في السيزون ده ان الفرقه كلها 25 لعيب كانوا اهم حاجه مصلحه النادي ومصلحه الفرقه، اللعبة كلها مركزة، موجود هدي دوري وهشتغل، مش موجود بساند الفرقة. فده اللي اشتغلنا عليه. بعد المستر، عشان كده ربنا كرمنا بكام بطولة في السيزون ده. بعد مستر جروس مشي كان في سوء توفيق، ان انا جالي كذا اصابة عضلية ورا بعض، فدي ايوه. يعني اخرت وجودي بشكل كبير. طبعا انت عارف لعيب الكورة بالنسبة له انه يبعد عن الملعب ويلعب يبعد عن صح. التدريب مدة كبيرة بياخد وقت عما بيرجع، وكان الزمالك بيمر فترات ان في اللي بيحتاجني في ماتشات، فكنت بقى لسه ببقى مصاب، لسه ايوه ببقى عايز اجهز. طبعا الجمهور مش فاهم الموضوع ده، الجمهور ليه في يوم الماتش ايوه صح. وما بيهتمش بالتفاصيل اللي موجوده والكواليس اللي بره الماتش. الكلام ده كله فيه عوامل تانية طبعا مش حابب اتكلم فيها طبعا، بس معظم الحاجات دي ترتبت على بعض وهي اللي خلت ان انا ما اشاركش بصفه اساسيه. طبعا ده ما يمنعش ان انا يعني فخور جدا بالسنتين اللي قضيته في نادي الزمالك، حققت فيهم بطولات، اشتغلت مع جيل يعتبر من احسن الاجيال جت في تاريخ نادي الزمالك، مظبوط. اشتغلت مع مدربين ومدارس مختلفه ادتني خبرات كبيره وخبرات مختلفه هتساعدني الفتره الجايه ان انا اقدر اكون شخصيتي واقدر اركز في شغلي واعرف ايه المطلوب مني وايه اللي اشتغله وايه الصح وايه الغلط. ايوه واعتقد ان التجارب دي كلها مع تجربه نادي الاسماعيلي الفتره دي هتفيدني كتير جدا جدا في مشواري الفتره الجايه. كان حد قبل كده في الزمالك انتقدك على تسريحة شعرك؟ انا بصراحه انا بشوف حاجات غريبه في مصر يا والله بجد، يعني الواحد بيتفرج على البريمير ليج والتشامبيونز ليج والليجا والدوريات الاوروبيه كلها، ايوه انا ما بشوفش حد بيطلع يتكلم على تسريح الشعر حد، ما بشوفش حد يتكلم على طريقه لعب حد، ما بشوفش حد يتريق على ستايل حد. كل واحد شايف شغله، انت مدير فني ليك شغلك، انا لاعب ليه شغل جوه الملعب، المطلوب مني في الملعب بعمله لك. ده اللي اسمه الاحتراف. انا شغلي تمرين، بتمرن كويس، مباراه بتديني مهام معينه بنفذها في المباراه، اعمل شعري احمر ازرق كان مين اللي المفروض متضايق كده. من شعرك؟ انا مش هقول اسماء يعني، انا مش هقول اسماء مش هقول اسماء، بس يعني ايه النقطه كانت مستفزاني جدا. انا يعني هو انا لو حلقت شعري مثلا يعني ايه الفرق يعني؟ فبشوف ان الناس بتركز في حاجات ديتيلز مالهاش علاقه بالكوره خالص، فانا بنسى يعني. انا نفسي 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 اشوف المجال في مصر، لان المجال في مصر مجال الكوره بالذات فيه حاجات كتير غلط لازم تصلح، عايزين ايه اكتر نواكب. حاجة شايفها غلط في المجال ونفسك ان هي تتغير او تتصلح؟ والله في حاجات كتير، في يعني انا بشوف مثلا ان اداره الكوره في مصر محتاجه شويه احترافيه. احنا بنحاول نواكب الناس بره وبنحاول نبقى نقرب لهم شويه، بس يعني في حاجات بتاخرنا. احنا لازم يبقى القرار لما يتاخد خلاص يتنفذ على الكل، مفيش تعمل حساب لحد على حساب حد. مبدا تكافؤ الفرص لازم يبقى موجود للجميع، ما ينفعش نادي ليه جماهيريه وليه شعبيه وليه قوه يبقى بالنسبه له القرارات اللي بياخدها اسهل بالنسبه لنادي قليل او نادي اسمه ضعيف، لازم يبقى كل سواسيه، كله يبقى واخد فرصه متكافئه، والاحسن والاقدر في الملعب هو اللي يبقى موجود، هو اللي يظهر بشكل كويس. لكن انا بشوف ان في عوائق كتير بتتحط، وبرضه بتحصر منافسه على ناديين او ثلاثه بالكتير، وده مش هيفيد الكره المصريه في حاجه يعني. مفهوم. كلام محترم حسن. وقبل ما حبيبي اختم معاك، انت دلوقتي انتقلت للاسماعيلي، وبالتالي جمهور كبير قوي، نادي له تاريخ كبير، وانت امكانياتك كبيره،
فاعتقد ان الفتره جميل اللي جايه هتبقى توافق الرغبات ما بين الاثنين هتفيدك وهتفيد الاسماعيلي، فربنا يوفقك والجمهور حبيبي مستنيين منك كتير انت والصفقات الجديده حبيبي هاني، متشكر جدا لذوقك، وده من كده شغلك مقصر الدنيا على ان الشاشة شاء الله. شكرا ليك، بالتوفيق كابتن محمد حبيبي. حسن لاعب سيراميكا كليوباترا المعار حديثا الى الاسماعيلي اللي خاض النهارده اول تدريب للدراويش.